علمت شوف تي في من مصادر مطلعة بأبو ظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعين خلال الأسابيع المقبلة سفيرا جديدا لها بالمغرب بدل السفير علي سالم الكعبي اللي تم استدعاؤه إلى أبو ظبي مع فريق عملها، بحيث مرت العلاقات بين البلدين بمرحلة سوء فهم وفتور تم تجاوزها بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين الرباط وأبو ظبي. وكتعقد الحكومة الإماراتية أملا كبيرا على السفير الجديد لإصلاح أعطاب المرحلة السابقة وإعطاء نفس جديد لتعاونها الاستراتيجي المشترك مع الحكومة المغربية لبناء علاقات أفضل بعيدا عن حملة التشويش التي تقوم بها جهات إماراتية ومغربية معروفة. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أكد في وقت سابق أن السياسة الخارجية هي مسألة السيادة بالنسبة للمغرب، وأن التنسيق مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، ويجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار الأزمة الليبية.